كان اداء جد جميل تبارك الله اليوم، وحنا فرحانين بهذه المباراه. واخا كان تعادل 0-0 ولكن فريمون كاع الشعب المغربي فرحان. وشكرا لكم، وان شاء الله العقبه للرباح مع الماتش كونتر بيان سور. ميرسي فريمون. واحد الماتش اللي كان زعما ماتش زوين بزاف، كنا كنتسناو اداء جيد من اللاعبين، مي الحمد لله الماتش كان داز بخير. الميطه الثانيه كانت دازت مزيان حتى هي، مي فريمون كنتمنوا الميتشان الجايين يكونوا احسن من هذا الماتش. وكنوجه تحيه للاعبين حيتاش فريمون تقاتلوا على التوني، وديما مغرب وديما مغرب وديما مغرب. الماتش داز مزيان، يعني داز الماتش مزيان وتقاتلوا اللعابه، وكنشكروا الركراكي كنشكروا كثير عطيه الله، وكنشكروا المهم كنشكروا كاع اللعابه ديالنا حيتاش داروا ايفور وتقاتلوا، والحمد لله خرجنا بتعادل. يعني كنتمنوا يديروا شي حاجه في الماتشان الجايه. وديما مغرب الاداء ديال اللاعبين صراحه كان في المستوى، كنتمنوا اننا ننجحوا زعما في المباراه الجايه ان شاء الله، وحنا ديما كنشجعوا المغرب. هارد لك في الماتش الجاي ان شاء الله. المهم كنلاحظوا ان المغرب لعب اليوم مزيان، والحمد لله اننا خرجنا بالتعادل 0-0. وكنطلبوا من المدرب الركراكي، كنبغي نشكر كاع اللاعبين اللي لعبوا اليوم، كلشي تقاتل معنا، وخصوصا عطيه الله تقاتل حتى هو، كنبغيو نشكرو. بغينا الركراكي يزيد يطور من المستوى ديال اللعابه ديالو، وهادشي اللي كنبغيو. كنتمنوا للمغرب التوفيق. الماتش ما خرجش كما بينا، حنا بينا ربحه، خرج لينا تعادل، ولكن ماشي مشكل، نرضاو باللي كاين ان شاء الله في الميتشان الجايين كندا والماتش الاخر ان شاء الله. ومرحبا بكم في الفا.